ايه ها الحين قاعد طالعني بالمشارك لعب. زين واضحة اوكي. اشوف ترى يمكن اذا فزت بحاول انزل بعد. انا ترى شوف يعني بجرب حق الجرافيكس عرفت، حق الفيديو جرافيكس يعني بشوف شلون حق اليوتيوب مع الرانت او جيم او نفس يعني هايلايت. بس انت حظك حلو في اكس رعب ما عندك بلس. اوكي خوي وشو حتى كتبوه يعني عارفني. ايش صار توا جو الو هذا ش... يطير يلعن ام التشيز. اوكي توقع جول كلوز يعني على بالك ما يصير شيء. لا جبت العيد. ممكن اعطاني باص. اعطيت مجال. ايش قاعد يسوي هون؟ الو يتفيك جول خلاص. يس يا اكس رعب والله العظيم يمديني توب 100 براحه لو انا العب كل يوم. والله اني ما العب كل يوم مرات اسحب كذي كل اسبوعين العب شوي كذي ما الخ اقعرق. هو ايش هو صح وانا العب بالمخ يعني مو تلعب بالعرق. انا العب بالذكاء شوي فيا تضيع وايد بوستك عشان اقدر اسير مو لازم تعرق طير تبروح سكوشي. والله في ناس كذي يسوون. اشوف نفس هذا جمع صغار يعني شوي اذا ما يمديك تاخذ بوستك كذا. هذا ما ايش قاعد يسوي. اوكي بعطي باص حق خويي كلوز. الغبائي بفجر حلو توقع جول خلاص. بعطيه خوي لا مو كذي. والله خفت حسبت جول. والله ما ادري اسوي. وانا ليش الدرع كذي؟ ود ليش انا كل مرة يعني ابلك ناس ما يصير فيهم شيء. والله سحبته. كاظ خذ بوست.
بالله يا اخ بوس وش تسوي حركه؟ ما عندي بوس، عندي شويه ما يكفي. يلا خذ لك. وشوف نقاط انا مكري يعني بلعب مسنين. والحين انفعل من خوي بس يوم سبع شوي برجع البلاس ايزي سيف. يا طلال شو سالفتك؟ والله حسبت اللي ضدي اللي كان يسوي. والله لو ادري خوي ما تفي. اوكي التشيس هذا شو صارفة خوية سبت راح يدفن. لا تكفر أبي ينزل كرة. الله يقلع يرحم أمك. تكفر إيه. أيوة أنت بكيفك إيش دراك هو كان قالك. أها أوكي أدري